السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، في هذا الفيديو سنتكلم عن موضوعين وليس موضوع واحد كالعادة، وطبعا مضمون هذين الموضوعين هو أنه تم وصول 7 لاعبين للمنتخب الجزائري لمعسكر سيدي موسى، وبالماضي يستبعد طيدر عن قائمة كأس أمم إفريقيا. لذا أعزائي المشاهدين، قبل مواصلة هذا الفيديو والتعرف على باقي التفاصيل، أتمنى منكم فضلا وليس أمرا الضغط على زر لايك تشجيع لنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. طبعا معظم لاعبي المنتخب الجزائري من وصلتهم استدعاءات من الناخب الوطني جمال بلواضي وأيضا من الاتحادية الكروية للمنتخب الجزائري بدأوا بالتوافد على مركز ومعسكر سيدي موسى بداية من 27 ماي، أين التحق الثلاثي بولحي وجديورا وبنجاح، ويخضع كل اللاعبين منهم إلى برنامج خاص. والتحق بن سبعيني وعطال ودوخة، ومن قبل هذا اليوم فيما يترقب أن يلتحق كل من لاعب محرز بالإضافة إلى لاعبي نادي بارادو لوصيف وبداوي يوم 2 ماي، على أن يكتمل التعداد بشكل نهائي يوم 3 جوان القادم تاريخ بداية الرسمية للتربص الأول للمنتخب الجزائري. أي أعزائي المشاهدين، يعني بخلاصة القول وصل يعني فقط 7 لاعبين لمعسكر سيدي موسى، وطبعا جمال بلماضي ما زال ينتظر اللاعبين الآخرين لكي يعني يتدربوا ويذهبوا بفورمة عالية لتربص جوان. وهنا أعزائي المشاهدين، يقترب أن يعلن المدرب جمال بلماضي عن قائمة 23 لاعب في الأيام المقبلة إن شاء الله، حيث لا يزال متردد حول منصب واحد فقط، ما جعله يؤخر الإعلان عن قائمته النهائية مثلما نشرت بعض الصحف الجزائرية. وطبعا أعزائي المشاهدين، في الموضوع الثاني، الناخب الوطني جمال بلماضي يفاجئ الجميع ولم يوجه الدعوة للاعب إمباكت مونتريال الكندي سفير طيدر من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بدولة مصر التي ستقوم هذه السنة سنة 2019. يعني رغم قلة الخيارات على مستوى الوسط الميدان الدفاعي الذي سيغيب عنه كل من أسامة شيتا وفيكتور لكحل، وهذا لداعي الإصابة أعزائي المشاهدين كما يعرف الجميع، وأيضا فيكتور لكحل للأسف لم نرى مستواه ويعني طريقة لعبه مع المنتخب الجزائري ولو لدقيقة واحدة، طبعا أصيب في المباريات السابقة. واستنادا لذات المصدر أعزائي المشاهدين، فإن استبعاد تايدر يكون لعدم اقتناع مدرب المنتخب الجزائري بمؤهلته، وهو الذي منحه الفرصة في مباراة تونس الودية، غير أن تايدر أعزائي المشاهدين مر جانبا، وهو ما جعل بلماضي يفضل عليه أسماء أخرى في الاسترجاع، على غرار مهدي عبيد العائد من الإصابة والتي أبعدته عن عدة لقاءات مع ديغون، وكذلك أيضا بن ناصر المتألق مع إمبولي الإيطالي والذي أختير معه لاعب الموسم، إضافة إلى المخضرم عدنان جديورا والمستنجد بخدماته في آخر لحظة رفقة لاعب بريست الفرنسي هاريس بالقبلة. أعزائي مشاهدينا، ما رأيكم حول هذا الموضوع؟ أتمنى أنه قد نال إعجابكم قدر ما نال إعجابي. طبعا ما لديه تعليق، ما لديه استفسار، يذهب إلى مجال التعليقات، فمجال التعليقات مفتوح للجميع ويصرح بما يشاء. وطبعا هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن فضلا وليس أمرا أتمنى منكم الضغط على زر لايك تشجيعا لنشر مثل هذه الأخبار لكم أعزائي المشاهدين، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. والسلام عليكم.